مشاهدينا متابعينا الكرام متواصلين وياكم في تغطيتنا المتواصلة لبطولة صاحب السمو الملكي عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود. هو اليوم الثاني من أيام الملحق المؤهل لدور 16 واللقاء الثاني الذي يلعب الآن وفي هذه اللحظات، اللقاء الذي يجمع الروابي وفريق الانتصار. فريق الروابي هو ثاني المجموعة الثانية وفريق الانتصار هو ثالث المجموعة الأولى. الفائز والمنتصر من هذا اللقاء سيلاقي الوداد أو وداد الرويس أول المجموعة الرابعة. تشاهدون وتتابعون لقطات مقتطفات من هذا اللقاء الذي يجمع فريق الانتصار وفريق الروابي. في أكبر مواعيد كرة حوالي ستة الليلة الكل مساء الفل للناس والكل الليلة مشاهدينا الكرام. كتبة الانتصار فريق الإبداع والأبهار الكتبة البيضاء فريق المواعيد الكبرى يلعب مشاهدينا الكرام أمام أفضل امتحان في دور الملحق المؤهل لدور 16 يواجه كتيبة الروابي الفريق العنيد يواجه فريق النار والحديد مباراة الكرة الانتصار والتسديد الحر ثابت مرمى او ركنيه في اقوى الفرق العالميه. شاهدنا وشاهدنا الكرام لما كان المنتخب الايطالي يواجه صلابه دفاعيه كرواتيه مره جديده ظهر ادريا بيرو بالكره ولكن الكره تمر لحارس الدار عمرو غروب. تكلم العلماء مشاهدنا الكرام عن انه اللاعب الالماني ماري توميس انت قبل هذه العالميه السعراني يطور كورتو ولكن مرة ثانية يعود الكرة مع سميرو نواف أرقى رقم 17 نواف الضغط العالي المرتدة الأخيرة لكتابة الروابي في جبل يسرى الانتباه حاصل الكرة الأخيرة من على الصدر واللي يمر ولكن كورتو الكرة أمامية ممتازة ولكن الانتباه موجود على مستوى دفاعات الكتيبة البيضاء الكرة تدور مرة ثانية حتى هذه مشاركة كل عدد المرات لأنه تشيلسي الذي قبل عبيده كرة ممتازة وتختيرة ماذا يفعل فريق الانتصار ماذا يقدم في هذه الليلة أشمل الألحاء سيمفونية كروية غير عادية ما كل يوم نشاهد مثل هذه الكرات على مستوى حوالي جدة ليس في كل يوم نشاهد مثل هذه اللمحات على مستوى حوالي جدة كرة عميقة غير عادية للكتيبة البيضاء فريق الانتصار قادم من كوكب آخر كتيبة الروح تنير الدار في هذه الليلة تقدم أجمل الألحاء كما قلنا فريق الانتصار يلعب لعبة مشروب عطانا إضافة لمياه مدر مدعم الشرع عبير وعبير الشهيد شوف الكرة هذه ممتازة هذه اختيرة هذه اختيرة رصاصة الرحمة ماذا يفعل الانتصار بيده بيد عمر الامور في اليمين لكتبة الانتصار التسديده مطلوبه ولكن التاخر موجود والامور تمر على كتبة الانتصار مشروع الهدف الثالث ولكن حتى الان مشروع الكريم صراع العواصف صراع الفنان الكره تور حذر من هذه الكره خطر يصيب في جبل اسرع يغمر خطر مع الكره يعطي كره قصيره يبحث عن هدف التقليص والكره ولكن الكره تفتح الكره تفتح الكره المقدمه شوف المرور